انا جو كومونسي بار لاكتواليتي تاع البلاد تاع الجزائر يعني الوضعيه تاعنا وبيان سور في لاكتواليتي تاع البلاد كاين ثاني الابواق اللي في الخارج دونك نتاسف بزاف على الاعتقالات اللي صارت اعتقالات كثيره مام اعتقالات ليليه خارج الاطار القانوني يعني كانهم اعتقلوا ارهابيين نتاسفوا كثير على الناس اللي اعتقلت بس احد الناس يتحمل مسؤوليتها الناس اللي قالوا لهم خرجوا والله نظموا الخروج ماشي انا ما نتاسف وان شاء الله لي شارج نتاعهم يكونوا خفاف ويتلقوهم ماتنا البترول طلع اوتوماتيكمون الغاز يطلع بون كوم عندنا دي كونطرا ا مويان اي لون تيرم بيان سور ماشي حين يدخلوا الدراهم قال لهم ولا 100 بترول نبيعوه ب 100 دولار الباريل دونك يا اون فورم دو تكنيك فينانسيير اكسيترا ديسي دو موا اون فا بينيفيسيير دو الطلعه هادي واش نقول لكم حاجه واحده نطرحها على نفسي يعني رب العالمين والاقدار مدت للحكومه الخامجه هذه الامكانيات باش تعفس عليكم وقيل احنا شعب من المغضوب عليهم دونك لا بريسيون والضغط والاعتقالات والسيطره على الاوضاع الامنيه راح تكون اقوى فاقوى فاقوى لانهم درك راح تكون عندهم الامكانيات باش فريمون يديروا فيكم التير هذه الوضعيه هذه شكون مسؤول عليها ماشي الناس مساكن اللي ناضوا حراكيين ناضوا على الحراك في الاول ولا نو مسؤول عليها الابواق الغبيه ومن الغباء نتاع الجزائريين ندخلوا في الغباء نتاع الاوكران الابواق الغبيه نسميهم لكم زيطوط بوشاشي طابو بالعربي بومالا نبيله جون سي با كوا لافوكات هذيك تاع تيزي وزو ومن بعد هذوك يجيو لي زانكس هذوما الاولين لحق معاهم من بعد في مرحله ثانيه لي زيسكرو جورناليست عبود هشام بن سديره عبدو سمار هاد السوق ومن بعد لحق لي بلوغر كي نافاليان حمار دي زاد الكابران اللي كان يحكي مع الجنرالات كما يحكي مع اصحابو لو سيرجون شيف اللي دار الحراك هادو هما اللي هبلوكم الشعب هادو هما اللي غلطوكم هادو هما اللي خلاوها عليكم نفس الشيء صرا في الكرام نايت وسليمان نايت وسليمان جديد فريد سي تان بارفونو جديد خلاص هذا غادي ينكز وقت الرئاسيات نتاع تبون ينكز في بوبيني كان والو الى فولو سيرفي سور لا فاغ نايت وسليمان سي تان بتيمي نابل تو سامبلومون كيف سيرفي سور لا فاغ داير قاعد يحل الباه يدخل للجزائر ويفاصلو الى طون تران دو نيغوسي دون مانيير او دون اوتر فوالا ما نهضرش على هادو انايا لي بارفونو كيما نقولوا حنا الدخله جديده في بلاد ميوزيك ما نحكيش على ربهم كاع لي ما انتريس با سي دي بيتي كونار لي ما انتريس با سكي ما انتريس سي لافنير نتاع الشعب الجزائري واش صرا فيه واش حيصرا فيه باش تفهموا لما يكون بغل تسمعوا له صافي الدين عنده السلطه عليكم زيطوط عنده السلطه على كثير من الناس في الجزائر هو ورشاد الماك ثاني عنده سلطه على كثير من الناس شفتوا في لاكابيلي يجيو بعد المبوقلين الاخرين البوقوقو ثاني عندهم سلطه وين لحقوكم لحقوكم تبون رئيس الدوله عاودت تهيكلت كيما تاع بوتفليقه وكثر والظلم والطغيان نتاعها راح يكون 10 خطرات الظلم والطغيان اللي عرفتوه مع بوتفليقه حتى تولوا تقولوا بوتفليقه رضي الله عنه اللي تبع البغل ما عنده وين يديك ماكسيموم للكوري
ماتنو اللي يتبع البغل والله يحط البغل على راسه نروحوا لليوكران. رايس حميدو قال لي أظن رشيد نكاز يستطيع أن يقود البلاد. إن شاء الله يا سيدي ولما لا زيدوا فوطي على رشيد نكاز رايس وربي معاكم حتى بالدعوة بعد ما تجوز. بون براف اليوكران ما خلينا من التلاعبات نتاع اللي صرات تاع التصوره نتاعهم اكسترا اكسترا ما ندخلوش المواضيع هذه باسكو ترو كومبلكس. اليوكران كان عندهم ان اكتر ممثل يلعب في مسلسل رابح بلقاء غير انت اللي مليح ولا وي انا مليح خير منك انت كاسيور يلعب في مسلسل وما لقيتش اللي قدي داير اللي قادر يقابلني ويفهمني يقابلني دونك انا خير منهم بكل شو لو ميور فوالا. دونك هذا سيد اكتر والمسلسل هذا كان شايع ترشح الانتخابات نجح ب 73% جماعه اكتر ممثل وعمره لا خدم في اجهزه تاع دوله وعمره لا خدم في مؤسسات حساسه ممثل حياته ورا كاميرا. وي مسيو بن خالد كان تحق دوال لي غاز كاينين جو بو تو كونسيي بليزيور ميديكامون مي كنت قاعد غير نستنى الحاله. هلا 2019 خرج رايس 2022 الروس كلا بلادو. هذا هو الشعب اللي ما عندوش وعي سياسي وحنا نتفهموا عدم الوعي السياسي للشعب الاوكراني لانه كيما الشعب الجزائري عاش تحت السلطه والقمع سنوات 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 بيان سور ما يعرفش يخير بيان سور ما يعرفش. واش صرا السيد هذا الكلون هذا تاع زالينسكي بيان سور جاو الامريكان يغونفليو فيه لوطون ولا يدير مناورات في البحر الاسود وينارقي يعني شغل يشر للقوات البحرية الروسية وحنا ندافعوا وحنا قادرين. داتوا الامريكان داتوا كبش ضحية للروس الدعوة كبش ضحية للروس علاش كبش العيد باسك باغاندو باسك بكبك باسك بوقوقو وضع عليه الشعب شعب الأحرار أي حقا زيطوط وضوك لازم يديروا طابل روند زيطوت كمحلل سياسي وبالحليمة كخبير استراتيجي عسكري وعبدو سمار كصحفي ذكي تاع انفستيغاسيون ويحكيو لنا على الاوكران والروس